الانتر ميلان بدري. جاتنا فكرة المطعم لمساعدة المناطق الغير موصول عليها للمناطق المطعم يعني. هلا في مناطق خارج جبل الزاوي مستحيل يوصلوا عليها، وحتى من المناطق القريبة على جبل الزاوي مستحيل يوصلوا على المطعم والمركز الرئيسي. فنحن صممنا هي السيارة والمطعم المتنقل كرمال نطالع ونساعد الناس انه ياكلوا اللقمة الطيبة واللقمة الساخنة من مطعمنا الرئيسي، وما يتكلفوا كتير بوصول لعنا على المطعم. الأكلات اللي عم نقدمها بالمطعم عم تنطلب منا بالسيارة، بالسيارة المتنقل كمان عم نقدمها، يعني ما في شيء فرق لا هون لا بالسيارة ولا بالمطعم. مطعم يعني فكرة رائعة، رائعة جدا يعني. بدل ما تروح لك فرنبين تشتري بتجي لهوني تشتري، بعدين تأخذ أكلاتك على الأدان، سخنات تازة معناته، ما علينا حكي أبداً.